السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واتمنى تكونون بألف صحة وسلام وخير وبركة ان شاء الله يا رب. معكم زياد هادي الاستاذ في معهد دراسات الموسيقية العراقي، اتمنى تكونون بصحة وسلامة. اليوم نكمل الفيديوهات الخاصة بالترجمة الأغاني وقراءتها بالنوتة الموسيقية الأكاديمية. اليوم عندنا أغنية على مقام النهاوند اللي هي أغنية سميرة سعيد القاني بعد يومين، وهذه تعتبر من الأغاني القديمة واللي كانت لها صيت كبير. قبل ما أبدأ، اللي يحب أنه يشترك بالدورات الموسيقية، اشتراك 8 محاضرات في الشهر. اللي يحب انه يشترك عليه الاتصال برقم الهاتف الواتساب الموجود في صندوق الوصف، وفق منهاج اكاديمي. مثل ما تلاحظون راح نشوف امامكم بالورقة هذه، امامكم اغنية سميرة سعيد، فراح اقراها بالسولفيج اول مرة لكم بدايتها. نشوف اللاحظ دائما الدليل سي بيمول مي بيمول لا بيمول، فيصير عندنا دو ري مي فا صول اس فا صول مي ري دو صول اس سي دو ري مي فا اس لا صول فا مي فا صول دو. السطر الثاني دو ري مي فا صول اس فا صول مي ري دو صول اس سي دو ري مي فا اس لا صول فا مي ري مي ري دو 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 صول دو 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 مي. تبدي وراها مير ميم مير ر دو دو سول دو ميم مير ر دو دو سول دو، وهكذا. احنا اختصرناها للمقدمة احبتي، فقط المقدمة الموسيقية للقاني بعد يومين، لانه هي اغنية طويلة وتاخذ فترة كثيرة من الفيديو. ان شاء الله نكملها في عدة فيديوهات وتحت امركم اني. فهسه راح نبدي على العود، راح اعزف لكم اياها. راح تكون دو ناصر عندكم دو ري مي فا صول اس فا صول مي ري دو صول اس سي دو ري مي فا اس لا صول فا مي فا صول دو دو ري مي فا صول اس فا صول مي ري دو صول سي دو ري مي فا اس لا صول فا مي ري مي ري دو 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 صول دو 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 مي. تبدأ من مي ري دو دو كذا، تبدي من هنا الغناء. أتمنى أنه استفادته فقط بالمقدمة، واللي هي نقدر أن نأخذها خطوة خطوة أكثر، لأنه هي النوت الموسيقية عبارة عن صفحتين، يعني نطول في الفيديو بحدود الساعة. تحياتي لكم، ولا تنسون الاشتراك، وأنا تحت أمركم تكتبون بالتعليقات وأجاوبكم على أي سؤال. لا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو، وايضا حاضر الاشتراك في الدوره الموسيقيه اللي هي شهريه، والاتصال بالواتساب. وتحياتي لكم، مع الف سلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.